صباح السكر دايت، معاكم حلقة جديدة في برنامج بالملي مع دكتور حسام عبد العاطي، أخصائي سمنة النحافة وتغذية الرياضيين وتغذية الأطفال والحوامل والمرضعات، تغذية الدواء الأمراض المزمنة، وأستاذ مدرس معتمد في مصر والمملكة العربية السعودية. النهاردة حلقة جديدة عن الطب الرياضي، وفي الطب الرياضي حاجة ترندنج جدا وحاجة جديدة جدا، وهي تدريبات الكور. تدريبات الكور، لو حد الناس اللي متابعاني عارفه ان انا اتكلمت عن موضوع تدريبات الكور، ان الحاجه اللي تعمل بوستنج وتعمل زياده للتمرين بتاعك وللقدرات الجسديه بتاعتك، سواء اذا كنت انت في رياضات التحمل، في الكوره، في السباحه، في الرياضات القتاليه، انت هتبقى محتاج تتدرب على تدريبات الكور. عشان كده جايب لكم معايا النهارده ضيفي في حلقتي النهارده، دكتور ايهاب ابو العلا وكابتن اروى مجدي، هيكلموكم عن الكور وعن التدريبات الترندي او الليدنج في الفتره دي. اهلا بيك دكتور. اهلا بيك يا دكتور، كيف حالك؟ الحمد لله تمام، الله يحفظك يا رب. الحمد لله تمام. اهلا بيك يا دكتور. موضوع الكور، كنت طلعت قبل كده في ندوه وكنت اتكلمت عن المثال بتاع الكان اللي بتدغت ساعتها، وكان مثال في منتهى الجمال ساعتها. صحيح. اغلب الناس مش عارف يعني ايه كور اصلا. نعم. فاول حاجه معلش وضح لنا يعني ايه كور. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هو احنا سنة 1975 بدأت العلماء تكتشف مجموعة من العضلات اللي موجودة في الوسط هنا. كان لسه ما فيش حاجة اسمها كور ولا عضلات كور ولا أي كلمة عن الكور في 1975. وبعدين بدأوا يكتشفوا العضلات اللي موجودة دي إنها بتشتغل مع الحركة. يعني إيه مع الحركة؟ يعني أنت لما تيجي تقف، المخ بيبعت إشارتين، إشارة تثبت الجزء وإشارة تحرك العضلات اللي انت عايز تشتغل بيها. مثلا هعمل حركة الحركة دي مثلا كده، فالمخ بيبعت إشارة للعضلة دي انها تنقبض، وبيبعت إشارة في نفس الوقت للعضلات اللي هنا انها تثبت الجزء عشان العضلة دي تتحرك بطريقة صحيحة. وده كان في 1975، ومشت الأبحاث العلمية وكانوا بيسموها stabilization muscle او الثوراثيك بيلفيك muscle بمسميات كتيرة، بس بعيدة عن مسمى الكور. لحد 1990 تقريبا بدأت العلماء تكتشف ان العضلات دي اصلا بتشتغل قبل ما الحركه تحصل، وسموها حاجه اسمها الفيت فورورد. يعني ايه الفيت فورورد؟ الفيت فورورد يعني الحركه بتاع الجسم قبل ما تحصل، المخ بيبعت اشاره لعضلات الكور، وهنا تسمت الكور بقى، انها تثبت الجزع عشان الحركه لما تحصل من الاطراف الجزع يكون ثابت، عشان ما تحصل اصابه ومشاكل، وعشان يكون في قوه في الاداء. يعني يا دكتور حسام، لو انت بترفع اي حاجه من الارض وفي حد ماسكك من الوسط كده، انت هتقدر تشيلها بسهوله ولا لا؟ عضلات الكور بتشتغل كده، بتثبتك عشان الايدين تتحرك بكل سهوله وتشيل اقصى وزن، وعشان رجليك تعمل نفس الحركه. وبدات الابحاث العلميه تنتشر، حتى 2024 شهر تقريبا 8 او شهر 9 طلعت ابحاث علميه بتتكلم على عمليات السمنه وعلاقتها بعضلات الكور. يعني الموضوع سنويا او تقريبا كل 3 4 شهور بينزل بحث علمي. الجزئيه بس اللي عايز اقولها في موضوع الابحاث العلميه، لان الموضوع ده منتشر جدا وناس كتيره بتتكلم عن الابحاث العلميه، احنا ما بنقبل في الكور بحث علمي الا لو دخل في حاجه اسمها سيستماتيك ريفيو وميتا اناليسيز، يعني خلاصه البحث العلمي، يعني موثق توثيق نهائي. يعني مو ايهاب مثلا هيصحى اليوم من الصبح يعمل بحث علمي على 5-6 اشخاص وينشر ويقول يا جماعه انا عملت بحث علمي. لا، ده البحث العلمي لازم معايير اكاديميه. يا سلام عليك، البحث ده هيدخل في ضمن مجموعه كبيره من الابحاث وتتفلتر ويطلع ميتا اناليسيز بتلخص كل الابحاث دي في بحث واحد او في بحثين، بيقولوا ان الام اسفل الظهر المزمنه غير معلومه السبب بسبب ضعف عضلات الكور. خلاص، ليه؟ لان دي مجموعه من حوالي اكثر من 50 بحث اتفلترت لحد ما طلع منها بحث واحد او بحثين بيثبتوا المعلومه دي. عشان كده هو موضوع الكور موضوع قديم بره، وللاسف للاسف حديث في الوطن العربي. الموضوع دوت للاسف يعني يعتبر اجابه السؤال للناس اللي على طول بتشتكي من القطنيه وعلى طول بتشتكي من الام الظهر، وخصوصا السيدات اهمال كبير جدا عن عضلات الكور، ومفيش حتى مفيش العلم مفيش الوعي ده. النقطه الثانيه ان برضو عضلات الكور هي اجابه سؤال الناس اللي مش عارفه تتطور عضليا، الناس اللي مش عارفه تزيد عضلات، مش عارفه تزود قدره التحمل بتاعها، مع انه ملتزم بالتمرين والتزم بالنيوتريشن بتاعه، لكن مش لاقي ان في تطور، مش لاقي ان في زياده عنده خالص. طيب، هو دكتور في نقطة مهمة جدا، بس مستحيل حد يمرن الكور من غير ما يعرف يعني ايه كور اصلا. صح. يعني ايه 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 الكور ده؟ ما هو المشكلة في الأندية، انت لما تسألني الآن هل في أندية بتمرن كورة اقول لك مستحيل. لا.
ليه؟ لان بكل بساطه انا لو رحت نادي وسالت مدرب يعني ايه عضلات الكور، هيقول لي العضلات اللي موجوده في الوسط. ده مش كور خالص، ده مش كور ابدا. ليه؟ هم مجموعه من العضلات دي، عضلات عميقه وعضلات سطحيه، ومجموعه من العظام اللي هي المنطقه الصدريه دي 12 فقره والحوض. المنطقه الصدريه والحوض لو فيهم خلل تشريحي، انحراف قوامي، العضلات اللي ماسكه فيهم ما هتشتغل كويس. فاحنا بنصلح القوام الاول، بعدين بنروح للعضلات العميقه، ديافرام، وعضله اسمها الترانسفيرس، وعضلات اسمها قاع الحوض، وعضله من الخلف اسمها مالتيفيدس. اربع عضلات عميقه بس. بعض المدارس بتقول الكيو ال والفليكسور، عضلات كتير من عضلات الكور. بس الابحاث العلميه لما بتثبت ان دول بس عضلات الكور لسبب واحد. ايه هو؟ ان العضلات الاربعه دول بيشتغلوا مع بعض بطريقه وميكانيزم بطريقه مختلفه عن كل العضلات. يعني مثلا في عضلات بتساعد بعض، بس الاربعه دول واجهه العمله واحده، هم يعني عضلات بيشتغلوا مع بعض بشكل اساسي. ولو عضله واحده فيهم ضعفت باقي العضلات ما بتشتغل، بيحصل لها انهبتد، فبتبقى مشكله. فلذلك عضلات الكور هم اربع عضلات الاساسيه دول. لو رحت نادي وسالت مدرب وما كلمك عن عضله الحجاب الحاجز واعطاك تمرين ليها، يبقى ده ما بيمرنش كور، مستحيل يكون بيمرن كور. فلذلك هو الكور منتشر في الانديه كعضلات سطحيه، واي تمرين حركيه بيسموها كور. طيب انا بنيت الاساس، انا ما بقولك ان ده كور غلط، لا كور صح، بس امتى؟ مرحله متقدمه شويه. مستحيل اجيب مهندس واقول له ابني لي برج هنا بس على سطح الارض، لازم يحفر، لازم يعمل اساس. صح. الاساس ايه؟ احنا الاساس عندنا حاجتين، القوام وعضلات الديب كور. بنينا الاثنين دول، اتمرن كور بقى في اي مكان، حتى لو بتمرن غلط هتستفيد، ما هي مشكله. بس المهم انك تبني الاساس اللي هي تصلح القوام وتصلح وتقوي عضلات الديب كور مصل، الاربع عضلات اللي احنا قلنا عليهم. طيب السؤال الثاني، احنا بنتكلم على اربع عضلات في الكور. طيب الناس اللي بتخش التمرين، الناس اللي بتدخل الجيم، الناس دي فاكره ان هي بتمرن عضلات الكور، ايه التمرين اللي هم محتاجين يعملوها عشان يبقى فعلا بيدرب عضلات الكور؟ واغلب التمارين اللي الناس بتعملها وفاكره انها بتدربها، بس هي تمرين غلط. زي مثلا يعني لسه سامع البلانك. البلانك مش حاجه بتمرن التمارين الكور العميقه، في تمارين قبليها كتير. هو بالظبط زي ما كابتن اياب ذكر دلوقتي، ان كل حاجه مرحله بتكون بالترتيب. حتى عضلات الكور نفسها مش بتتمرن بشكل عشوائي، ليها ترتيب معين بتتمرن بيه. فاحنا المفروض الاول بنقيم الشخص اللي قدامنا ده ونشوف هو في اي مرحله. لو هو محتاج يمرن عضلات الديب الاول، واهم عضله فيهم هي عضله الدايفرام، يعني عضله الحجاب الحاجز اللي بتتمرن طبعا بالتنفس. بمجرد ما بيدخل شخص قدامك بتقول له ابتدي تنفس، بتلاقي ان هو اصلا بيتنفس غلط. فهو محتاج يعني من الاساس قبل ما يبدا ان هو يدخل على تمارين البلانك او اي تمارين تانية بالشكل ده. اوكي. طيب تمارين تمارين الكور للناس بقى اللي اوريدي عملت جراحات في البطن، الناس اللي عملت جراحات السنه، الناس السيدات بعد الولاده، الموضوع دوت يتعامل لهم ازاي اذا كان في اصلا جراحه وفي قطع في العضلات دي؟ ازاي يقدروا يرجعوها تاني؟ الست لما بتولد قيصري مرتين يقول لك خلاص كده مش هينفع تولد طبيعي تاني، والقيصري معاكي ولادتين ثلاث ولادات، بعد كده الموضوع بيكون اصعب كتير. فخلاص يعني طالما عملت قيصري مره قدامك مرتين بالكتير، ازاي يرجعوا تاني والمنطقه دي ترجع تلم تاني؟ الموضوع ده بالنسبه لهم بقى حاجه هوبليس كيس، حاجه ميؤوس منها. صحيح صحيح. طب هو الجانب النسائي هخلي اروى تتكلم عنه، هي شاطره قوي في الموضوع ده. وانا هتكلم على الجزء الخاص بعمليات السمنه، لان انا التقيت وعملت مقابلات مع اشهر جراحي السمنه يمكن في الوطن العربي، سواء في مصر او في المملكه، وناس كبار جدا ومتخصصين جدا في السمنه، وكل كلامهم كان عضلات الكور كانت سبب اساسي في اصلاح مشاكل كتير عند المرضى اللي احنا بنقابلهم. لان يا دكتور بعد ما الشخص بيخس بيقول انا خسيت 30 كيلو 40 كيلو، 30% من الوزن ده عضلات. طيب من العضلات اللي خست وتاثرت جدا عضلات الكور. اصلا اللي وزنه زياده عنده ضعف 100% في عضلات الكور. طيب لما العضله اصلا الضعيفه دي تخس كمان، ايه اللي هيحصل فيها؟ الضعف هيزيد. يعني في احد الجراحين الكبار في مصر هنا لما قابلته وبدانا نتكلم عن الكور وشرح له بعض الاليات والميكانيزم اللي بتشتغل بيها عضلات الكور،
قال لي إيهاب انت حليت لي مشكله بنفس اللفظ انا كنت ببحث عليها فتره طويله لان كان بقى كتير من المرضى او مش كتير من المرضى جراح. قال لي في جراح جراح استاذ في جامعه القاهره وطب قصر عيني قال لي إيهاب انت حليت لي مشكله انا كنت ببحث عنها بقى لي فتره طويله في عدد من الناس كانوا بيقولوا يعملوا عمليات سمنه وبعد العمليه بتحصل له الام في اسفل الظهر وبتزيد فانا بستغرب ازاي الالم بتزيد المفروض الوزن نزل فانت الان بينت لي ان الوزن نزل دهون بس عضلات نزلت معاه كمان فالثبات اللي موجود في اللمبر اريا مثلا مع البلفيك مع الثوراسيك المنطقه اللي في الوسط دي الثبات اللي فيها راح بقى ضعيف جدا فاي حركه بيسبب له الم فيها اي حركه بسيطه ماشي نزول طلوع بيحصل له الم من هنا بقى ظهرت ابحاث علميه في 2024 بتثبت وتؤكد ان اي حد يعمل سيرجري وجراحه سمنه لازم يدخل في برنامج لتدريب عضلات الكور بس اي كور الديب كور مصر من ست اسابيع احنا عندنا في موقع كور اون فيت اللي بنقدم فيه كورسات تدريب كور اونلاين بنقدم برنامج بتشتغل الحالات دي بنفسك بنشتغلها طبعا دي النتائج بتاعتنا دي النتائج اللي حضرتك وصلت لها هي يا دكتور النتائج دي احنا بنتكلم على القوام انت زي ما تشوف كده الكور ما بيهتم بعضلات الكور الاول لا هو بيهتم بالقوام لان لو في هي العضلات دي بتمسك في ايه عشان بس الناس اللي ما هي متخيله اهميه القوام العضلات بتمسك في العظام طب لو العظام اصلا فيها تشوه مايل للامام مايل للجنب مايل للخلف العضله هتكون في طول غير طبيعي مستحيل ربنا خلق عضله طولها 10 سم باقصى تعطي اقصى قوه العضله دي لو خليت طولها 15 سم او 5 سم بقت في طول غير طبيعي مستحيل تطلع افضل قوه عشان كده احنا بنقول للناس الرياضيين مستحيل توصل لاقصى اداء رياضي لو عندك مشكله في عضلات الكور فهنا بتلاقي مثلا بتلاقي القوام في انحراف انحراف القوام ده بيتصلح الاول الغريب بقى في الموضوع ان انحرافات القوام دي اغلبها الدرجه الاولى والدرجه الثانيه بتتصلح في 3 4 اسابيع يعني انا بستغرب من الانديه اللي ما بيشتغل على القوام يبقى شخص عنده راوند شولدر كده كامل او شولدر دروب او هيب دروب من هيئته اصلا عنده مشكله من هيئته اصلا عنده انحراف عنده مشكله فالانحراف ده بيأثر تاثير سلبي على عضله الكور فما بيخليها تشتغل فمهما تتمرن العضلات نفسها السطحيه سوبرفيشال اللي انت بتلعبها مستحيل تطلع افضل قوه ليه لان اما عضله هتكون تايت ومشدوده جدا او عضله طويله ومرتخيه وضعيفه فلازم تعمل توازن بين الاثنين دول التوازن ده بياخد 3 اسابيع 4 اسابيع في حالات بنشتغل معاها وفي حالات لازم يرجع لجراح زي مثلا السكوليوز انحراف العمود الفقري اكثر من 20 25 درجه بيروح للجراح لكن من 20 او من 25 تحت احنا بنشتغل معاه بطريقه ممتازه جدا والنتائج رهيبه لسه كنت بتناقش مع زميل ليا هو استاذ دكتور علاج طبيعي فكان بيقول لي دايما العضله اللي جلسات العلاج الطبيعي دي معموله عشان العضلات ما تضعفش يعني لو في اصابه في الاعصاب ولا اصابه في المفاصل ولا في العظم ولا حاجه جلسات العلاج الطبيعي دي لازم تتعمل بشكل مستمر عشان العضله ما تقصرش والا بعد ما يتعافى يلاقي بعد كده العضله قصرت فمش عارف يعمل الحركه بتاعته كامله فبقى فيها عجز وعجز نسبي هو تخيل بقى يعني ان النقطه دي تبقى بتتعمل في عضلات الكره العميقه الحاجات اللي انت بتهملها تماما الحاجات اللي انت يمكن مش عارف ان هي موجوده فاكيد مش هتبقى بتمرنها ضيف بقى عليها النوم الغلط العاده الغلط التمرين الغلط ضيف عليها كل الحاجات دي فده اللي بيخلينا نشوف كتير لاعبين القوام بتاعهم نفسه فيه مشكله. ده يا دكتور اضيف على كلام الدكتور صديقك ده لان كلامه ممتاز جدا ورائع بس في معلومه شويه بعض الناس ما تعرفها عن عضلات الكور. عضلات الكور اصلا المخ مرتبط معاها بيشغلها لما العضلات دي بتضعف المخ بيعطيها الاوامر انها تشتغل ببطء. بس لما تترك تمرينها لفتره طويله المخ بينساها دي حاله اسمها انهبيتد ماسل يعني العضلات فقد لا مش بتقصر المخ هو اللي بيبعت الاشاره لكل العضلات انا عشان احرك العضله دي مستحيل تتحرك بدون اشاره من البرين طيب لو المخ ما ارسل اشاره لعضلات الكور مستحيل تشتغل مع طول عدم الاستخدام والقوام السيء لفترات طويله المخ بينسى ان في عضلات هنا اسمها عضلات الكور فلما ينساها تلاقي المخ بيستخدم العضلات السطحيه بس وما بيستخدم عضلات الكور تيجي تمرنها الناس تروح الانديه تمرن عضلات الكور اصلا الكور احنا ما بنمرن في الاول احنا كل اللي بنعمله مع الشخص اللي جاي اول مره يتمرن كور احنا بنفكر البرين المخ ان في هنا عضلات اسمها عضلات الديب كور مصل انت مطلوب منك يا مخ انك تشغلها قبل ما الحركه تحصل الموضوع ده بياخد له تقريبا من 4 ل 6 اسابيع
على ما المخ يفتكر أربع الحركه. ست اسابيع تاهيل بنتكلم في شهر شهر ونص وارجاع لوظيفه المخ يرجع يفتكر. ما احنا عضلاتنا كلها كده. هو الشخص لما بيدخل في اصابه لمده ست شهور ما بيحرك دراعه، العلاج الطبيعي بيعمل ايه؟ بيرجع يشتغل بتمارين تفكر المخ بالعضله بالحركه، لان الحركه دي بتعمل فليكشن، فيلا بايسبس بتعمل فليكشن، فيبدا نبدا نعمل تمارين عشان نفكر المخ ان الباي بتعمل فليكشن، لان المخ نسي. المخ مجرد ما العضله تقف عن العمل بينسى وظيفتها ايه. طيب نيجي لحته هاو تو ابلاي، ازاي اطبق بقى الكلام ده. انا عندي حد عنده فعلا انحراف في العمود الفقري، ما بيتطورش في التمرين خالص، بيحاول يزود اوزان ولكن ما فيش اي تطور خالص. هاو تو ابلاي، ازاي بقى تبداي من حد مبتدئ تماما توصليه لنتائج زي النتائج اللي عرضناها هنا. طبعا زي ما دكتور إيهاب قال، ان اول حاجه هي التشخيص. احنا بنشوف في التقييم بتاعه هي درجه الانحراف بتاعه اساسا تسمح بان هو يشتغل معانا، ولا هو محتاج ان هو يروح لجراح. دكتور جراح، تمام. فلو هو معانا بنبتدي الاول نشوف يعني في التقييم بتاعه على اي اتجاه المشكله بتاعته، فين العضلات التايت وفين العضلات اللي محتاجه ان هي تتقوى. نحط له برنامج. يعني التشخيص ده محتاج جلسه لازم تبقي شايفاه او شايفه الحل. حتى لو اونلاين احنا كده كده بنعمل جلسات يعني مباشره بنشوفه. تشخيص المشكله دي ينفع اونلاين؟ طبعا. تقدري تشوفي حد اونلاين تتعاملي مع حد من بره؟ طبعا. اشتغلنا اونلاين يعني في دول كتير جدا، وكل النتائج ما شاء الله مبهره يعني. اوكي، النتائج اللي شفناها هي نتائج اونلاين؟ يعني ناس مش ما جولكمش المركز او جول عندك؟ كل النتائج اونلاين في السعوديه وفي الكويت وفي الامارات وفي مصر برضو اونلاين كلهم. ممتاز. والخطوه اللي بعديها ممكن اضيف حاجه بس على كلام اروى، قالت كلام ممتاز جدا ورائع، ولكن هو ما لا يدرك كله لا يترك كله. صح. انا ما اقول لك ان الاونلاين افضل حاجه في الحياه يعني، اكيد طبعا لما اشوفك كده وجها لوجه ده النتائج هتكون مختلفه، ولكن انا مش قادر اوصل لك، مش مفيش امكانيه انك انت توصل لي بشكل مباشر، يبقى الاونلاين هيغطي الموضوع ده 100%، لان هو هيكون افضل حل في الوقت الحالي. اوكي. وتمارين ان هي سهل ان هي تتعمل لحد مثلا ربه منزل، حد ما اتمرنش خالص، عندنا فئه كبيره ما اتمرنش خالص ولا دخلوا الجيم حتى، والتمارين دي بالنسبه لهم حاجه مرهقه جدا جدا، لكن عايشين في الام الظهر. نعم. وخلاص الم الظهر اعمل عمود يساوي مسكن، فيبقى عايشين على المسكنات. نعم. طيب حالات زي كده نقدر نحولها، نقدر نوصلها فعلا ان هي الالام دي تختفي؟ هو دكتور الام اسفل الظهر غير معلومه السبب طبيا، احنا بنقول للناس في الم معلوم طبيا، انزلاق غضروفي، روح لدكتور عظام، روح لاخصائي علاج طبيعي يتعامل معاك، لان احنا بنحب التخصص جدا. احنا متخصصين في الكور. طب الكور ده مرحله بعد الطب وبعد العلاج الطبيعي. خلصت مرحله الطب والعلاج الطبيعي وما في نتائج كويسه انت حاسس بيها او لسه محتاج تاهيل، هيجي دور عضلات الكور اللي هي اللي هتثبت منطقه الجذع بشكل كامل اثناء اي حركه. طيب لو انت بتمشي المفروض العمود الفقري ما يتحرك بفليكشن واكستنشن، لو العضلات دي مثبته قويه هتمنع الحركه فهيخف. لو عندك الم هيبدا يروح تدريجي. ناس كتيره جدا من اللي بتيجي معانا احنا بنجد ان هم بداوا يتحسن تحسن اسرع مما نتخيل احنا في موضوع الم اسفل الظهر، بسبب ان احنا بس عملنا تثبيت للعمود الفقري، رجعنا القوام في الوضع الطبيعي، عملنا تمارين. التمارين دي اصلا تمارين غير حركيه، يعني انت ما بتقوم تجري وتعمل جامب عشان تمرن عضلات الكور. مؤلمه؟ لا ولا مؤلمه، ولا انت بتنام على ظهرك او جالس او واقف. واروى تشرح لنا يعني كده ممكن بعض التمارين اللي بتستخدمها في الجانب النسائي، لان زي ما قلت لك هي متخصصه في الجزئيه دي. ازاي ان البنات بتعمل التمارين دي بعد الولاده و بكل سهوله وهي في البيت بدون ادوات. يعني انا عايز اقول لك ان انا شخصيا يعني كنت سمعت النصائح اللي قلت لي عليها. الموضوع دوت يعني كان كابتن اروى قبل كده كانت قالت لي انت في القوام عندك، انت في الوقفه محتاج تعدي الواحد اتنين تلاته، لان فعلا كان بيجي لي الالام. انا اغلب شغلي يعني في التدريس ببقى واقف فترات طويله، واقف طول الوقت، ففعلا عقبال ما اخلص انا ببقى ناسي ماشي، وبعد كده الاقي ان انا بعد ما برجع واقعد شويه بلاقي الام اسفل الظهر. فقالت لي ان انت الحوض الدرجه بتاعته محتاجه تتعدل سنه، والوقوف بتاع، فبقيت التزم بالحاجات دي، فعلا لقيت الالام دي راحت.
ازاي بقى يعني تمرني حد التمارين دي وما تبقاش مؤلمه بالنسبه لي؟ خلينا نتكلم حتى عن جزء النساء بعد الولاده، ودول يعني قولا واحدا بيبقوا محتاجين وبيبقوا جايين عندهم كذا مشكله. اول حاجه طبعا الانحرافات القواميه اللي حصلت لهم بسبب الحمل، بسبب الوزن الزايد اللي اتحط عليهم. ففي الغالب هي بتكون جايه انتيرير بيرفكتال، تمام، بيكون دايما عندها انحراف سكريوس بسبب الرضاعه، بسبب الرضاعه وشيله البيبي بشكل خاطئ يعني. تمام. الى جانب بقى الضعف اللي حصل عندها في عضلات قاع الحوض اصلا وعضله التي في اي بسبب الولاده القيصري او الولاده الطبيعي. في ناس بتيجي تقول انا عملت تمارين كيجل مثلا او كده، طبعا انا مش بقلل منها، ولكن هي تمارين عامه اكتر، لان قاع الحوض ده يعني في عضلات اماميه وعضلات خلفيه وعضلات في الوسط، فما ينفعش اجي امرنه تمرين حاجه على بعضها، لازم امرن بشكل متخصص لكل مكان فيه ضعف. تمام. وعدل لها القوام بعد اللي حصل لها بعد الولاده، وبعد كده نقوي عضلات الكور زي ما دكتور إيهاب قال من شويه. ممتاز. دي كانت اجابه الاسئله للانحرافات اللي موجوده في العمود الفقري، الحالات اللي مش محتاجه جراحه، الاصابات عند الرياضيين، التاهيل عند الناس الغير رياضيين، الناس اللي بتشتكي من الام الظهر. يمكن المرحلة اللي احنا فيها دي احنا بنوصل الوعي، ان في وعي مهم جدا، وعي طبي وعلمي محتاج يوصل للناس. اغلب الناس فعلا ما سمعتش يمكن عن الكور. انا في دراستي وفي شغلي انا عارف ان هي فعلا حاجة مهمة وحاجة حيوية جدا جدا، واللي سافر بره مصر واشتغل او اتدرب بره مصر هيكون سمع الكلام ده. حتى الناس اللي في دبي يقول لك المدرب الاجنبي اللي بيشتغل معاها هناك اول حاجة بيقعد يمرنا ويأهلنا عليها هي تمارين الكور وعضلات الكور. انا لمست الموضوع دوت بنفسي. ان شاء الله الحلقه اللي جايه هتكون برضو عن الطب الرياضي، وهتكون برضو عن التجميل. اشوفكم ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي الساعه 10، برنامج الملي، قناه الصحه والجمال.